اهلا وسهلا بيكم من جديد. هنرجع مع بعض نكمل منهج العلوم الخاص بالصف الثاني الاعدادي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. احنا دلوقتي في اخر وحده في المنهج، الوحده الثالثه، وبنتكلم فيها عن الحفريات والانقراض. اول درس هنتكلم فيه النهارده هو الحفريات. قبل ما اتكلم يعني ايه كده حفريات، تفتكروا ازاي اي حضاره احنا تعرفنا عليها؟ ازاي عرفنا مثلا ان الناس القديمه دي كانت موجوده؟ الفكره ان هم سابوا اثار او سابوا حاجه تقول على وجودهم، حضارتهم، وازاي كانوا بيتعاملوا وكانوا بيعملوا ايه بالظبط، ولولا ده ما كناش عرفنا بوجودهم. نفس الفكره بالظبط كده في الحفريات. الحفريات دي كائنات قديمه، يا اما قبل ما الانسان يظهر يا اما بعد ظهور الانسان على الارض، لكن الفكره ان هم سابوا دليل على وجودهم، سواء بقى جزء مثلا من جمجمة، سواء حاجة في حياتهم عملوها فسابت أثر أو أيا كان. ودي كده بالتبسيط خالص يعني إيه حفرية؟ هي علامة مميزة لحاجة كانت عايشة زمان. تعالوا كده نبتدي مع بعض ونشوف. هو بيقول لي إن عايش على سطح الأرض ملايين الكائنات، كل كائن فيهم كان ليه حياته الخاصة وكان بيتحرك مثلا فبالصدفة ساب أثر أو أيا كان، فابتدت الناس تتعرف على وجود الكائن ده. فيعني بالشكل ده لما اجي اقول علم الحفريات يبقى هو العلم اللي مختص بدراسة الكائنات الحية القديمة والآثار اللي سابوها من بعدهم. وكلمة حفرية أو فصل باللاتينية يعني الشيء المدفون في الأرض. ده بالنسبة لعلم الحفريات. طيب لما اجي بقى أطلع يعني إيه أصلا حفرية؟ كلمة حفرية دي يبقى حاجة من اتنين، يا إما آثار يا إما بقايا لكائنات حية قديمة وبتبقى بس موجودة في الصخور الرسوبية، ودي نوع من أنواع الصخور أنت درستها قبل كده. يبقى أنا كده لما أجي أقول تعريف للحفريات هقول هي آثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية. وابتدي بقى أتكلم كده يعني إيه آثار لوحدها ويعني إيه بقايا. كلمة آثار يعني أنا مثلا لما بنلاقي آثار للقدماء المصريين أو كده أنا بقول دي آثار، حاجة عملوها في حياتهم وبالشكل ده عرفنا بوجودهم. الحفريات هي آثار الكائنات الحية في حياتهم، يعني كائن كان بيمشي فساب علامة مشيه على الأرض، يبقى دي كده آثار، حاجة في وسط حياته عملها. وبالشكل ده تبقى الأمثلة اللي عندي مثلا آثار أقدام مثلا ديناصورات، يبقى دي آثار، أو الأنفاق اللي هي بتؤدي أو بتقول عن حركة الديدان الصغيرة زمان، يبقى دي برضو من الآثار ودي تعتبر حفرية. أنا مش شايفة الديناصور ولا شايفة الديدان نفسها، أنا بس شايفة آثار بتقولي عن حياتها وقت ما كانت عايشة. أما عن الحاجة التانية دي كده في الصورة دي، الصورة الأولانية دي، دي أثر أقدام الديناصور. خلي بالك إن الصور هنا مهمة قوي قوي اهي، والصورة التانية عندك هي صورة الأنفاق اللي عملتها الديدان وقت حياتها. طيب تعال نكمل لتاني حاجة موجودة في التعريف، كنا بنقول الآثار والبقايا بتاعت الكائنات الحية، يبقى أنا عايزة تاني حاجة هي البقايا. البقايا دي يعني الكائن مات خلاص وساب لي حاجة من جثته، يعني مثلا ساب بقايا أسنان زي أسماك القرش مثلا اللي لقوا سنة ليها في مكان معين، يبقى زمان كان المنطقة دي فيها أسماك قرش، أو جمجمة ديناصور مثلا، فيبقى بالشكل ده دول كده عبارة عن بقايا. ودي الرسومات بتاعتهم، دي أسنان سمكة القرش ودي حفرية لجمجمة ديناصور. لو أنت عايز معلومات زيادة تقدر تعمل سيرش على الديناصور المصري اللي اكتشفوا الحفرية بتاعته، دي معلومة تبقى أنت طلعتها بنفسك. ويبقى بالشكل ده احنا خلصنا يعني ايه حفرية، قلنا ايه آثار والبقايا، وعرفنا يعني ايه آثار ويعني ايه بقايا. تعالوا بقى نتكلم على أنواع الحفريات. أنا كل حفرية دلوقتي بتختلف عن اللي بعدها تبعا لطريقة تكوينها، كل طريقة تكوين هتطلع لي نوع حفرية مختلف خالص عن الحفرية التانية. فتعالوا كده نشوف. يعني مثلا لو هنتكلم على أول حاجة الحفرية الجسد الكامل،
احنا اتفقنا ان طريقة التكوين هي اللي هتفرق لي دي انهي نوع من انواع الحفريات. حفرية الجسد الكامل ده جسم كائن حي كامل على بعضه كده، اتدفن بسرعة جدا وفي حاجة معينة منعت ان هو يتحلل. في الظروف الطبيعية انت عارف ان اي حاجة ميتة بتبتدي بكتيريا التحلل تيجي تعمل لها تحلل، وبالشكل ده بتختفي تماما وبتمتصها التربة. في حالة حفرية الكائن الكامل في المرتين بتبقى حصلت حاجة معينة منعت بكتيريا التحلل ان هي تروح للجسم ده، وبالشكل ده يفضل الجسم الكامل للكائن ده محفوظ لغاية دلوقتي. بصوا كده معايا، اول حاجة كانت حفرية ماموس. الناس في سيبيريا كانوا عايشين عادي، وبعدين فجأة لقوا جزء كبير جدا من الجليد وفي النص فيه كائن غريب ما يعرفوهوش، ما شافوهوش قبل كده. طيب مع الوقت ابتدوا ان هم يكسروا الجليد ده ويشوفوا الجسم ده ايه اللي مقعده كل الفترة دي ما يتحللش. كانت الفكرة ان كائن اسمه الماموس، وهو ده شكله. الماموس ده هو من اجداد الافيال، شكله مختلف تماما، وزي ما انتوا شايفين كده بيبقى على الجسم بتاعه شعر كثيف جدا. الفكرة ان حصل انهيارات جليدية في سيبيريا زمان جدا في العصور القديمة، وابتدت ان هي تدفن كائن ماموس في ساعتها بمجرد موته. وبالشكل ده لغاية دلوقتي الجليد فضل زي ما هو بالماموس اللي جواه، وطبعا بكتيريا التحلل ما قدرتش ان هي توصل للجسم ده، ففضل جسم الماموس على بعضه كده بالشعر بتاعه بالأسنان بالأنياب وحتى بالأكل اللي جوه بطنه موجود لغاية دلوقتي. ودي حفرية الماموس اللي اكتشفوها في القرن الماضي. الماموس ده كائن موجود من 25,000 سنة، لغاية دلوقتي فضل موجود بنفس الحالة ونفس الصورة بتاعته كده. ودي أول حفرية كائن كامل موجود على بعضه زي ما هو. أما بقى عن تاني مثال عندك، فهو حفرية الكهرمان، ودي بتبقى حفرية أصغر بكتير من الماموس. الكهرمان ده بيكون ناتج عن مادة صمغية بتطلع من الأشجار الصنوبرية القديمة، شجرة مطلعة مادة صمغية كده، وبعدين المادة الصمغية دي لسه ما نشفتش، فتيجي حشرة أو نوع من أنواع العقارب أو أيا كان يبتدي يقرب فيقعد جوه المادة الصمغية دي، ومع الوقت تيجي المادة دي تتجمد بالكائن اللي جواها، وطبعا برضو بكتيريا التحلل مش هتقدر توصل للكائن ده وتحلله. وبالشكل ده بقى عندنا حفرية كاملة لكائن على بعضه ما تحللش ولا أي حاجة، لحشرة أو لعقرب. لكن جوه ايه بقى؟ جوه المره دي مش جليد، جوه كهرمان اللي هو الماده الصمغيه بعد ما اتجمدت. تعالوا في السريع كده نشوف في الصور. ده صوره حفريه الماموس، ودي حفريه الكهرمان اللي جواها حشره معينه. طيب من هنا بقى يجي شويه تعريفات كده لازم نكون عارفينها كويس. لما يجي يقول لي يعني ايه كهرمان، يبقى انت مطلوب منك تبقى عارف تعريفه ان هو الماده الصمغيه اللي افرزتها الاشجار الصنوبريه القديمه وبعدين ابتدت ان هي تتجمد، يبقى هو ده الكهرمان. طيب شويه اسئله بقى. لو جه كده قال لي علل احتفاظ اول حفريه ماموس تم اكتشافها بكامل هيئتها، ليه ما اتحللتش؟ شاطر، انت هتفتكر ان اولا الماموس ده هو اتدفن بسرعه جدا وبالشكل ده ما تغيرش. طيب وكمان يعني هو بعد موته فضل جوه الجليد زي ما هو وبالشكل ده ما تحللش ابدا وفضل بحالته الطبيعيه. طيب نكمل اسئله تاني. بصوا كده اكتب المصطلح العلمي. اثار وبقايا الكائنات الحيه القديمه المحفوظه في الصخور الرسوبيه. احنا قلنا اثار وبقايا، يبقى دي كده الحفريات. تاني حاجة، الأثار على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حياتها. طالما حاجة أثناء حياتها يبقى دي أثر، يبقى هقول كده تاني حاجة عندي هي الأثر. بعد كده الأثار الدالة على بقايا الكائنات الحية القديمة بعد موتها، يبقى خليك فاكر إن دي على طول هي البقايا. نكمل،
اختار الإجابة الصحيحة. توجد الحفريات غالبا في الصخور الرسوبية ولا البركانية ولا النارية؟ احنا اتفقنا ان الحفريات بس بتبقى موجودة في الصخور الرسوبية. طيب، أي من هذه الحفريات تمثل أثرا؟ حفرية أنفاق الديدان ولا السمكة ولا الترايلوبيت؟ أثر يعني حاجة في وسط حياتها سابت لي أثر عليها، يبقى دي حفرية أنفاق الديدان. أكمل. تختلف أنواع الحفريات تبعا لي، احنا فاكرين أن أنواع الحفريات اختلفت وبقى ليها أنواع تبعا لطريقة تكوينها. نكمل بقى أنواع الحفريات تاني. أول حاجة قلناها كانت مين؟ كانت حفرية الكائن الكامل. تعالوا دلوقتي بقى نشوف يعني إيه حفرية قالب، وده النوع التاني. بص يا سيدي، حفرية القالب دي تخيل كده مثلا لو ماما بتعمل كيك في البيت، الفكرة كلها هي بتبقى جايبة قالب معين تحط فيه المكونات بتاعتها كلها، وبعدين تشيل اللي تكون جوه ده من القالب اللي هي كانت عاملاه، فبيطلع لي شكل الصينية من جوه، صح كده؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل في الطبيعة عشان تحصل حفرية قالب. أنا بيكون عندي نسخة طبق الأصل من التكوين الداخلي للكائن، وبالشكل ده يبقى الكائن مش موجود وتحلل، لكن اللي جواه ده سايب لي رسمة على كان إيه جوه الجسم ده بالظبط. تعالوا شوية شوية كده نشوف. لو أنا دلوقتي عندي قوقع، وبعدين ابتدى القوقع ده ان هو يتحلل، تعالوا على السكرين نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا دلوقتي بنعمل تجربة علشان نشوف يعني ايه قالب. مبدئيا احنا دلوقتي هيكون معانا جبس، زيت، مية، فرشة، وعاء بلاستيك، واي حاجة للتقليب. وبعدين اهم حاجة عندي طبعا هو وجود القالب اللي احنا هنشتغل فيه. ماشي الكلام. تعال نشوف كده الخطوات. انت مبدئيا لازم ان انت تكون داهن القالب بتاعك بزيت كويس جدا، وبعدين تخلط الجبس والماء بره في وعاء لوحده، وتحط بعد كده كل المكونات دي في القالب، هتسيبها بعد كده ان هي تتماسك، وبعدين هتطلع الحاجة اللي جوه دي من القالب. المنطقي جدا اللي بيحصل معانا دايما انت لما بتشيل القالب ده بتلاقي ان اتكونت عندك رسمة للحاجات اللي جوه القالب ده، شكل كده بيقول لي القالب من جوه تفاصيله الداخلية كانت عاملة ازاي. وهو ده التجربة اللي عندي، ازاي نعمل حاجة تديني نفس شكل القالب ده. تعالوا نرجع ونكمل درسنا. بنفس الطريقة دي كده بالظبط، احنا دلوقتي عملنا حاجة او جبس اداني الشكل الداخلي للقالب ده، صح الكلام؟ في الطبيعة بيحصل نفس الطريقة كده بالظبط. بص معايا ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان كائن مثلا معين، ولنفترض مثلا قوقع، القوقع ده مات وابتدى ان هو يقع في اسفل البحر، وانت عارف ان القوقع ده بيكون من جواه الكائن نفسه حاجة رخوة كده عشان اللي بتمشي دي. الكائن مع الوقت هو فيه مادة عضوية بتبتدي ان هي تتحلل، ويفضل القوقع وبس، يعني القوقع دلوقتي بقى فاضي خلاص. اللي هيحصل ايه بقى؟ تبتدي الترسبات الموجودة في اسفل البحر ان هي تدخل جوه القوقع ده، ومع الوقت تملى القوقع بالكامل. وبالشكل ده كده انا عندي كل القوقع من جوه بقى مليان بالرسوبات الموجوده في اسفل البحر. شويه بشويه والبكتيريا تبتدي ان هي تقشر القوقع من بره، ويبقى فاضل عندي بس الرسوبات دي متجمده كده ومدياني الشكل بتاع القوقع اللي خلاص اتحلل. تعالوا كده على السكرين نشوف الكلام ده علشان تفهموا اكتر واكتر. احنا دلوقتي بنشرح حفرية القالب وايه اللي حصل بالظبط علشان تطلع الحفرية دي. مبدئيا هنتفق ولنفترض انا عندي قوقع بالشكل ده كده، ودي القوقع نفسه.
القوقع ده مات لأي سبب من الأسباب وابتدى إن هو ينزل تحت سطح البحر، ينزل في القاع يعني بالشكل ده كده، نفس ده كده موجود تحت. شوية بشوية هتيجي بكتيريا التحلل تعمل تآكل في الجزء الرخو ده، فيبقى أنا عندي كل الموجود دلوقتي هو القوقع وبس، لكن الجزء الرخو اللي جوه ده خلاص اتحلل. بعدين يبتدي بقى الرسوبات اللي تحت سطح البحر تبتدي تدخل جوه القوقع من جوه، ويتملي كل القوقع من الداخل بالرسوبات الموجودة دي، وشوية بشوية الرسوبات دي تتجمد جوه. طيب يبقى أنا كده مليت كل القوقعة من جوه رسوبات، ومع الوقت ابتدت القوقعة نفسها من بره عمالة تتحلل وتتآكل، فيبقى أنا كده فاضل عندي إيه؟ رسمة القوقع بس من الرسوبات، لكن القشرة الخارجية للقوقع ده خلاص اتحللت. يبقى أنا حفرية القوقع هي مش القوقع نفسه أبداً، هي الرسوبات والرملة والحاجات اللي كانت في قاع البحر اللي اتجمدت وادتني الشكل بتاع القوقع، رغم ان المادة العضوية هي خلاص اتحللت والقوقع نفسه كمان اتحلل، يعني اللي فاضل عندي كده صخور رسوبية وبس. وهو ده يعني ايه حفرية قالب مصمت. يلا بينا نكمل بقى يعني ايه القالب المصمت تاني. احنا كده اتكلمنا بالتفصيل عن ايه اللي حصل بالظبط للقوقع ده وإيه اللي خلاه يعمل حفرية. دلوقتي بقى هنقول أمثال اللي بيعملوا زي القوقع ده مين بالظبط. أول حاجة النيمولايت، ودي موجودة كتير جدا جدا في جبل المقطم. لو الناس الجيولوجيست أو الناس اللي هم العلماء الخاصين بالحفريات قالوا إن جبل المقطم ده زمان كان عبارة عن بحار، وبحار عميقة كمان. ليه الكلام ده؟ لأن بكل بساطة موجود هناك حفرية النيمولايت، ودي حاجة كانت عايشة في سطح البحر في قاع البحر. خلاص بعدها البحر راح وكل حاجة، لكن الحفرية لسه قاعدة. يبقى منطقة المقطم دي كانت زمان هي قاع بحر عميق. ليه؟ بسبب وجود حفرية النيمولايت. تاني حاجة حفرية اسمها الترايلوبيت، وزي ما اتفقنا المنظر اللي قدامي ده مش الكائن نفسه، ده الصخور الرسوبية اللي دخلت جوه واتجمدت، لكن دي مش الكائن نفسه أبداً. واخر حاجه عندنا هي حفريه الامونايت. بصوا شبه القوقع بالظبط وكل حاجه، لكن ده في الاخر خالص صخور رسوبيه. فانا كده عشان الاسماء نعيدها مع بعض تاني، النيمولايت وده اللي موجود في جبل المقطم، الترايلوبيت، واخيرا الامونايت. وكل دول انهي نوع من انواع الحفريات؟ حفريه قالب مصمت، تاني نوع معانا. كده احنا اتكلمنا عن حفريه القالب بالتفصيل. في تطبيق حياتي عندكم هو ازاي نفس القالب ده، نفس فكرة الناس اللي بيعملوا شموع. لو هم عندهم قالب معين بيحطوا الشمع وبعدين يستنوا الشمع ده يجمد، وبالشكل ده يبقى عندهم شمعة بالشكل بتاع القالب ده، وهو ده التطبيق الحياتي اللي عندكم. طيب المنطقي ان احنا ما بيبقاش عندنا قوالب الشمع في البيت متاحة كده على طول. في حالة لو انت مش عندك القالب ده، بكل بساطة كده هتجيب ثمرة فلفل رومي وتحط فيه الشمع، خلاص بقى احنا نستغنى عنها مش هتتاكل بعد كده. هتقطع الجزء العلوي وتبتدي تحط الشمع بالداخل، وطبعا هتستنى فترة طويلة لغاية لما الشمع ينشف تماما ويتجمد. بعد كده هتحط خيط من الكتان جوه الشمع ده وهو لسه سخن، خلاص كده، وتثبتها بإبرة طويلة وتستنى تتجمد تماما تماما، وبعدين تقطع الثمرة من بره زي بالظبط كده لما كان القوقع كان بيتحلل عن طريق البكتيريا. هي نفس الفكرة بالظبط كده. الناتج اللي عندك هيكون شمعة بنفس شكل الفلفل اللي انت استخدمته، ويبقى انت كده عملت حاجة شبه حفرية القالب المصمت اتعمل معاه. ده كده التطبيق الحياتي اللي عندكم. كده احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية قوي قوي عن حفرية القالب المصمت. هفكرك تاني، احنا النهاردة عرفنا يعني ايه حفرية ويعني ايه اثار وبقايا، وعرفنا اول نوع كانت حفرية كائن كامل على بعضه، سواء كان كامل في الجليد زي الماموس او كامل في الكهرمان زي الحشرات الصغيرة. بعد كده اتكلمنا على القالب المصمت وحفرية القالب المصمت. كان عندنا مين؟ ثلاثة، الامونايت والترايلوبيت. وبالشكل ده نبتدي بقى نشوف الاسئلة مع بعض.
اكتب المصطلح العلمي. حفرية تحتفظ بكامل تفاصيل جسم الكائن على بعضه نتيجة الدفن السريع لها بمجرد موتها. دي كده أنهي حفرية؟ كل الجسم على بعضه، يبقى ده على طول حفرية كائن كامل. طيب، المادة الصمغية المتجمدة التي كانت تفرزها بعض الأشجار الصنوبرية القديمة. المادة الصمغية المتجمدة هي اتجمدت خلاص، يبقى بقى اسمها دلوقتي كهرمون. طيب، نسخة طبق الأصل للتفاصيل الداخلية. كلمة الداخلية هنا هي الكلمة السرية بتاعة تعريف الكائن اللي هنقوله دلوقتي. التفاصيل الداخلية، يبقى أنا كده بتكلم على حفرية قالب مصمت، الكائن نفسه مش موجود، ده الحفرية بتاعته. طيب، نكمل أكمل. تم اكتشاف حفرية نقط الذي انقرض نتيجة الانهيارات الجليدية. جليد وش كده، يبقى أنا بتكلم على الماموس، يبقى دي كده حفرية الماموس في سيبيريا منذ حوالي سنة عليك إن هي 25,000 سنة. حفظت بعض الحشرات كاملة في مادة نقط، بينما حفظ الماموس كاملا فيه. حفظت الحشرات كاملة في مادة، المادة الصمغية اللي هي اسمها الكهرمون، بينما حفظ الماموس فيه الجليد. وبالشكل ده يبقى احنا كده خلصنا أول اتنين، وهنشوف بقى تالت حاجة عندي. تالت حاجة عندنا هي حاجة اسمها حفرية الطابع. طابع، يبقى أنا بطبع على حاجة لينة، زي كده بالظبط لما أنت بتكون على البحر مثلا وبتجيب قوقع وتقوم حطه على صلصال أو سلايم، اللي بيطلع ده هو الشكل الخارجي للقوقع، الرسمة بتاعت القوقع من بره، كأن في برنت كده، زي مثلا لما أنت بتجيب صبعك تحطه على سلايم او صلصال، انت بتعمل ايه؟ الشكل الخارجي لصبعك. هي دي بالظبط اللي بتحصل مع حفرية الطابع، هي نسخة طبق الاصل للتفاصيل الخارجية. القالب كان التفاصيل الداخلية، لكن الطابع هو التفاصيل الخارجية لأي كائن. وبالشكل ده يكون عندي الامثلة. الامثلة دلوقتي هي طابع سمكة او طابع نبات السرخسيات. السرخسيات دي نوع من أنواع النباتات البسيطة شوية، غير النباتات اللي هي الفول والكلام ده كله، وهنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في الترم الجاي. تعالوا كده نشوف الحفريات دي بتحصل إزاي أو بتتعمل إزاي. إحنا اتفقنا إن مثلا لو كائن ميت، سمكة مثلا وقعت على تراب أو على رملة أو أيا كان، مع الوقت بتيجي التقل بتاعها ده بيطبع على الرملة دي، وتيجي البكتيريا بعد كده تحللها والسمكة نفسها بتختفي، يتبقى هنا البرنت اللي هي عملته على الرملة. والسبب ايا كان هو ايه، بتتجمد الرملة دي وتعمل صخور رسوبية، ويبقى انا كده عندي رسمة السمكة دي لسه قاعدة. السمكة ماتت وتحللت وخلاص مش موجودة، لكن فاضل طبعتها على الصخور الرسوبية. وهي دي يعني ايه كلمة حفرية طابع سمكة. ونفس الكلام بالظبط حصل مع السرخسيات، نبات اسمه السرخسيات وده الشكل بتاعه، بعدين وقع على الارض ابتدى ان هو يطبع على الصخور الرسوبيه والصخور اتجمدت، ففضلت الرسمه بتاعته محفوره، والرسمه الخارجيه مش لتكوينه من جوه، تكوين الخارجي ليه. ويبقى دي كده الرسمتين. هفكرك الرسومات عندنا مهمه قوي قوي وممكن يسالني فيها. ماشي، بالشكل ده في الوسط اللي احنا شايفينه، يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا 3 4 قواقع، واحده تطبع على الرمله وتعمل لي حفريه طابع، والتانيه تدخل جواها الرمله وتعمل حفريه قالب. يبقى انت ممكن في وسط واحد تلاقي لنفس القوقعين اللي كانوا جنب بعض دول، واحد عمل حفريه طابع والتاني عمل حفريه قالب مصمت. ماشي الكلام. واخيرا بقى هنتكلم دلوقتي على الحفريه المتحجره. حفريه متحجره، دايما بفتكر كده هاري بوتر لما كان فيه البنت اللي هي اتحجرت فجاه وبقت هي جسم انسان وفجاه بقت ثابته كده. ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل هنا في حفريات المتحجره ان في كائن على بعضه موجود في وسط مليان سيليكا، والسيليكا دي
من طبيعتها ان هي بتدخل جوه الكائنات الحيه او الاجسام الميته. بعدين ابتدت الماده العضويه للجسم نفسه تتحلل ويحل محلها السيليكا، فانا الجسم عمال يتنخور ويفضى من جوه، لكن السيليكا عماله تدخل بدلها وتملى الجسم من جديد او تملى الحاجه دي من جديد. ده بيحصل مع او حصل اوريدي مع كام حاجه؟ حصل مع 3 حاجات: سن الديناصور وبيض الديناصور والاخشاب المتحجره. التلاته دول لسبب من الاسباب كانوا موجودين على وسط مليان بالسيليكا. وبعدين ابتدت السيليكا تدخل جوه سواء سنة الديناصور او الاخشاب او ايا كان، وابتدت ان هي تملاهم بالكامل، فبقت المادة العضوية شوية بشوية عمالة تختفي والسيليكا بتحل محلها وبتزيد. وبالشكل ده كده بقى كل ما المادة العضوية تتحلل السيليكا بتدخل وتكمل الجسم ككله، فالجسم ما بقاش خلاص كائن حي او مادة عضوية، بقى عبارة عن سيليكا بس كده مفيش غيرها. وبالشكل ده الكائنات ككل سواء الديناصور مثلا خلاص انقرض، الا ان سنته المتحجره دي لسه قاعده، او بيضه الديناصور الكتير قوي دول لسه موجودين، او الاخشاب. وده بقى اللي هنكمله ان شاء الله في المره الجايه. يا رب يكون الكلام سهل ولطيف، والمره الجايه ان شاء الله نكمل ويكون سهل برضه. اشوفكم على خير، باي باي.